أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا مرضت مرضا شديدا بالشبهات ويأتيني الشيطان ولم أستعذ بالله منه، لدرجة أني أحس أحيانا بأني أكفر بالله، فما توجيهكم لي؟ هذا وسواس، اتركه، اترك الوسواس ولا يضرك إن شاء الله. الذي يدور في النفس لا يضر ما لم يتكلم به الإنسان أو يعمل به. نعم.